جولة جديدة في عالم الصحف، أهلا بكم والبداية بعد الفاصل. البداية دائما محليا مشاهدينا من صحيفة الثورة التي عنونت الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالمدفعية على محيط عين عيسى بريف الرقة. أرقام مرعبة حول جرائم أمريكا في العالم. الصين تدعو للمحاسبة، فهل تستجيب المؤسسات الدولية؟ إلى تشرين التي عنونت طهران سنستمر بدعم سوريا في مواجهة العدوانية الأمريكية والغربية. والرئيس البيلاروسي الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القتال. نبقى محليا أيضا في صحيفة الوطن السورية التي عنونت الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي يستخدم الطاقة لأهداف سياسية. وعبد الهيان، إيران سترد فورا على أي خطوة مسيسة تتخذها وكالة الطاقة الذرية. وفي عناوين الصحف الأجنبية نقرأ اليوم: وول ستريت جورنال، أسعار النفط ترتفع وسط تجاهل الأسواق العالمية لقرار أوبك بلس بشأن زيادة الإنتاج. ديلي نيوز عنونت نائب أمريكي يستعرض أسلحته في جلسة للكونغرس. وديلي تيليغراف عنونت إليزابيث الثانية ملكة الأرقام القياسية، جالت العالم 42 مرة وتتولى العرش البريطاني منذ 70 عاما. لوموند الفرنسية كتبت: صرخة غضب الدبلوماسيين الفرنسيين في يوم برابهم. إلى الرياضة، وتحديدا في صحيفة ماركا التي عنونت: لا جديد في تجديد عقد ديمبلي، الصورة ما زالت قاتمة، أزمة تدق الأبواب في برشلونة بسبب الرواتب. كوريريا ديلو سبورت الإيطالية عنونت: إنتر ميلان مضطر لبيع مارتينيز بسبب ديون ومناقشات مستمرة لتعاقد يوفنتوس مع جناح باريس السابق. للهروب من أزمته عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيه: يجري الثعلب التركي رجب أردوغان الهارب من أزماته الداخلية المختلفة خصوصا الاقتصادية منها نحو منطقة آمنة نسجها له خياله المريض بشتى أنواع الأمراض الأخلاقية والإنسانية. تراه يتخبط مع ما يواجهه من انتقادات على خلفية قضايا الفساد المتهم بها. الهدف الأكبر بالنسبة له انتخابات عام 2023 التي تعد حاسمة بالنسبة لرئيس نظام هارب من تعقيدات المشهد الداخلية في بلاده. سياسات رئيس النظام التركي التدخلية في شؤون سوريا، العراق ودول أخرى في المنطقة والعالم تشكل خطرا كبيرا على الأمن والاستقرار. تركيا وشعبها حتما المتضرر الأكبر من سياسات أردوغان الحمقاء. يتابع المقال: مخططات النظام التركي ضد سوريا تثير مخاوف موسكو التي تصفها بالعدوانية، تحمل أنقرة نتيجة عواقبها. فما يخطط له النظام التركي يصب في خانة التخريب الممنهج ويؤدي إلى تدهورا خطيرا للأوضاع الصعبة أصلا في سوريا والمنطقة بشكل عام. تقول موسكو على رؤوس الأشهاد: لا يمكن ضمان الأمن على الحدود السورية التركية إلا بنشر قوات الأمن السورية، وهذا أمر يجب أن تدركه أنقرة بشكل سريع وتتراجع عن نواياها التوسعية والعدوانية قبل فوات الأوان. وعلى نظام أردوغان الهارب من أزماته ومشاكله الداخلية والخارجية أن يفكر ألف مرة قبل إقدامه على أعمال وسلوكيات حمقاء وعدوانية لا يمكن السكوت عنها. ولن يكون في استقبال الثعلب التركي ومرتزقته عندما يتمادى في عدوانه على الأراضي السورية وسيادتها سوى البندقية، وسيندم البغاة ولا ساعة من دمي. في فقرة التويتر نتناول تغريدة تحت عنوان: نقص الفيتامين يتسبب بمشاكل صحية عدة. نشر أحد علماء الصحة دراسة أن نقص فيتامين B12 يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، فقدان الذاكرة غير المعتاد، ارتفاع معدل ضربات القلب، إضافة إلى صعوبة في التنفس. ونظرا لأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج فيتامين B12، فإن أفضل طريقة للحصول على كميات كافية من هذا الفيتامين الحيوي هي من خلال مصادر طبيعية مثل المنتجات الحيوانية، المأكولات البحرية، البيض، التواجن وبعض أشكال اللبن.
عدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق والسعادة، عنوان خبرنا في الصفحة الأخيرة. توصل دراسة بريطانية حديثة إلى أن تعدد الزوجات يطيل عمر الرجل بنسبة تصل إلى 12%، كما يؤدي إلى سعادته وتحسين أحواله المهنية والمادية. مشاهدينا، كشفت هذه الدراسة التي أجراها باحثون أن الزواج بامرأة ثانية يمنح الرجل ثقة في النفس وراحة أكبر، وأوضحت أن تعدد الزوجات هو سبب نسبي في السعادة وإطالة العمر، فالرجل الذي لديه أكثر من زوجة تعتني به فهذا في حد ذاته يجعله يعيش لفترة أطول. الدراسة أحدثت ضجة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وفي أحد التعليقات الطريفة علق أحد الرجال مؤيدا صحتها بأنه كان ينتظر هذه الدراسة بفارغ الصبر لترد زوجته عليه مع صورة بندقية. أنا أيضا أنتظرك بفارغ الصبر.